وللحديث عن مصير الوجود الأمريكي في العراق بين تأكيد الحكومة في بغداد خروجها وبين نفي قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من ديالا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمود الجاف. مرحبا بك معنا سيد محمود. أهلا وسهلا بك، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، حياكم الله. بعد ساعات من إعلان الحكومة في بغداد انسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية فرانك ماكنزي نفى ذلك الإعلان وقال بأنهم لن ينسحبوا من العراق كما هو واضح. كيف تقرؤون هذا التضارب في تصريحات الحكومة؟ نعم، بسم الله، تحياتي لك والكادر والأخوات والأخوة المشاهدين المتابعين الأعزاء جميعا. كل عاقل يعلم أن الإمرة الصهيونية، وهنا أقصد أمريكا والصهاينة والصفويين، هم ثلاث رؤوس لدفعة واحدة هدفها تدمير الأمتين العربية والإسلامية. وكل ما جرى ويجري أو سيجري هو مخطط له ومتفق عليه فيما بينهم، والأدوار موزعة منذ أمد بعيد، وللأسف في غفلة منا ومن قادتنا أو بالاشتراك معهم. وهناك أمثلة كثيرة وعديدة يعني صعب أحصاها، يحتاج إلى وقت كبير. نعم. دول الخليج في الغوغاء، منها مثلا دول الخليج في الغوغاء استقبلت العملاء وأعطت مساعدتهم ووفرت لهم كل شيء، ثم المكان الآمن في دول أوروبا وأمريكا، لكن هل فعلت ذلك معنا نحن بعد الاحتلال؟ الجواب كلا. السؤال هو لماذا لو لم تكن حربا على الدين وأهله ما جرى هذا اللي جرى كله منذ 2003 حتى الآن؟ أنا أشبه الحقيقة التعامل الأمريكي الصليبي الصهيوني يشبه عندي وبرأيي مثل لعبة كرة الطائرة، أحد اللاعبين يصد الكرة والآخر يرفعها والثالث يكبس. هم هكذا يعملون للأسف معنا، وإحنا بالمقابل يعني إذا نعمل وفق مخطط أحيانا حتى سلوكنا للأسف يصب في مصلحتهم وليس العكس. هم يعملون فوق مخطط مدروس بعناية ومرتب، ولديهم تعرف أنت كل الإمكانات لذلك، أما نعم. نحن للأسف لا نعمل باتجاه المضاد. طيب، إلى أي مدى ترى أن استباق قاسم الأعرجي بالإعلان أمس كان له أهداف سياسية أبعد ما تكون عن الاتفاقات الدولية؟ أخي العزيز، هؤلاء هم مثل الجمعة بالضبط، مثل الجمعة تردد ما يملي عليه سيده. احنا كنا راينا بعيوننا قبل الاحتلال، حتى قبل الاحتلال وليس بعده، قبل الاحتلال كانت احنا كنا نشوفها بعيوننا ونلتمسها، حتى كانت كل شيء في العراق يهرب لصالح ايران، كل شيء بكل ما تعنيه الكلمه، حتى الزجاج المحطم تخيل. فهؤلاء تربوا على هذا المخطط منذ ما قبل الاحتلال بفترات طويله، ثم الان هم يرددوا ما يملي عليه سيدهم. فهي مثل ما قلت لك، هذه هي مسرحية، الغاية منها احباطنا وتدمير نفوسنا، والا لو كان هو الاعرجي او غيره او الانظمة او النظام اللي يمثله، لو كان هذا الشخص او هذا الرجل او النظام باكمله يعني ذرة من ذرة حقيقية من فكر المقاومة او كعمل حقيقي، ليش القادة وكل من قاوم الامريكان منذ الاحتلال حتى الان بالسجون؟ زين، ليش كل المناطق اللي قاومت او الاشخاص اللي قاوموا او حتى اللي ما قاوموا مجرد هم اعتبروهم قاعده لايواء المقاومين، ليش مهجرين او مهاجرين خارج البلد؟ اكثر من نصف الشعب مهجر. كم سجين لدينا؟ زين، القاده والضباط والعسكريين اللي تم تصفيتهم او الامنيين، طيب انت لما مقاوم هؤلاء هم ضد امريكا، لماذا انت تتولى تصفيتهم حتى تقوي امريكا لو حتى تضعف امريكا؟ نعم. هذا مخطط واضح وهم يعملون وفق مخطط مدروس بعنايه وينفذ بدقه متناهيه للاسف. وبالمقابل المؤلم انه بالمقابل ماكو من جانبنا ماكو فد اتجاه مخطط له وخطه واضحه وصريحه وصادقه، سواء من ما يسمون بحكام الامتين العربيه والاسلاميه او من عندنا حتى على مستوى التنظيمات والافراد. ماكو بالمقابل للاسف لحد الان يعني على الاقل خطه واضحه لمجابهة ومواجهة هذه العمليات المؤسفة والمؤلمة الحقيقة. نعم. طيب، لطالما أعلنت الميليشيات رفضها للقوات الأمريكية في العراق وقصفت السفارة الأمريكية أكثر من مرة، لكنها في نفس الوقت تمرر تمديد بقاء القوات الأمريكية من خلال أذرعها السياسية في البرلمان. كيف يمكن قراءة هذا التباين في الموقف؟ أخي العزيز،
كنا عندنا فكرة عن المافيا اللي حصلت في إيطاليا وأمريكا أو غيرها، وأنت حضرتك تعرف وكل الأخوة المشاهدين أو المتابعين يعرفون كيفية عمل ونظام قيادة المافيات. اللي صار بالعراق للأسف هو سيطرة المافيات على البلد، وهذا الأمر جدا واضح، يعني ليس بحاجة إلى رؤية دقيقة حتى الإنسان يكتشف المسألة. وهذه المافيات طبعا لديها ذيول وعملاء يعملون بأمرتها، ما يعني يصير ضغط عليهم ماديا أو اقتصاديا، وعدم حصولهم من خلال انتخابات المزعومة، ودي الحقيقة أنا أعرفها هم أيضا مجرد سلسلة من المسرحيات اللي تعرض علينا، لكن لنقول هي انتخابات حقيقية، لأنه هم ما سيطروا ولا حصلوا على مناصب، هم بحاجة إلى دفع رواتب ومعيشة وسياراتهم وحماياتهم وملذاتهم، فبحاجة هم إلى النقود. لهذا هو يقول لك أنا أطلع بأقل أقل حاصل ممكن بعد أن تخلت عليهم، أو يعني حاولت تبين لنا أنه تخلت عليهم سيدتهم في قم، لكن الحقيقة هم لا موالين لها، وهم يعملون حتى الآن وإلى آخر لحظة ورمق من حياتهم وفق مخطط سيدهم الكبير. أشكرك جزيلا من ديالى الكاتب والباحث السياسي السيد محمود الجاف.